كتشوفوا معنا متابعي قناة توب تي في. الان بعد وصول الفريق الرجاء الرياضي البيضاوي داخل المطار تم الاحتفاظ بهم. مباشرة يمشي يديروا الحجر الصحي اللي كتشوفوا معنا. حنا كنتواجدوا الان لحد الساعة باقي ما قرار رسمي، كنتسناو اتصالات ولكن باقي ما عرفناش بالضبط. كان من المعتاد يخرجوا من هنا، هذا هو الباب الرئيسي، لكن تغيرت الوجهة. تغيرت الوجهة دابا، غادي نحاولوا نشوفوا معهم كيف كتشوفوا معنا. هنا غادي يحاولوا ينتقلوا لمكان اخر. ينتقلوا لمكان اخر باش يخرجوا. الى هنا متابعي قناة توب تي في، لحد الساعه ما كانش قرار رسمي، ما كاين حتى شي قرار رسمي، ولكن نتمنوا ان شاء الله نتمنوا يكون خير. غادي يخرجوا من شي بلاصه اخرى من الفوق. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، فخبر يعني كما كتشاهدوا معنا، فاكيد ان الخبر اللي جانا اليوم ففريق الرجاء الرياضي فمعظم لاعبي وكذلك الطاقم المرافق ليه فغادي يدخل في حجر صحي كما كتشوفوا معنا. فحافله ديال الفريق الثانيه فغادي تمر من واحد المكان المخصص خاص بالنسبه للناس اللي جايين من خارج ارض الوطن، يعني في اجراءات احترازيه. فجميع اللاعبين والطاقم التقني الفريق وكذلك الوفد المرافق من منخرطين، فجميع غادي يخلعوا الحجر الصحي. فبعد قرار الوزارة ديال الصحة وزارة الداخلية فأكيد كنتظروا التأكيد. فبعد اللحظات غادي نعطيكم التأكيد ديال الخبر. اللي حتى الساعة فكل مكونات فريق فلحد الساعة فالخبر اللي كاين دابا هو أن معظم الوفد المرافق لفريق الرجاء الرياضي فغادي يخضع الحجر الصحي أحد فنادق مدينة الدار البيضاء. الكل كينتظر القرار الرسمي. لازلنا هناك كنتظروا كنترقبوا القرار الأخير.
دائما في انتظار القرار الرسمي. كيف كتشوفوا معنا وتتبع قناة سو تي في؟ تم تغيير الوجهة. ولدي حيد من تما، حيد من تما، حيد من تما، حيد. إلى هنا متتبع قناة سو تي في، نشكركم تم الملح ديالنا من طرف الناس المسؤولين. شكرا، إلى اللقاء.